بسم الله. ده فيديو شرح هومورك سيشن 2. سيشن 2 اللي شرحنا فيها الاكسيديشن ستيتس اوف ترانزيشن اليمنتس، شرحنا الموضوع الايونيزيشن انرجي، وعرفنا ان الايونيزيشن انرجيز بتاعه الترانزيشن اليمنت increases gradually. يعني increases gradually، يعني كل ما transition element atom to lose electron، كل ما attraction force nucleus تزيد. فلما نيجي lose electron number 2 هنحتاج ionization energy أعلى، ده طبيعي. وأول ما بنوصل ل completely filled levels، يعني مثلا الفانيديوم argon 18 4s 2 3d3، لما نطلع الاثنين اللي في الاس ونطلع الثلاثة اللي في الدي كده وصلنا للارجون. تيجي تطلع الكترون عملية صعبة جدا. يبقى شرحنا الاكسيديشن ستيتس اوف ترانزيشن اليمنتس، شرحنا موضوع الايونيزيشن انرجي، وبدأنا في البروبرتيز. يس الصفات. بدأنا في السبيسيفيك بروبرتيز اوف ترانزيشن اليمنتس، شرحنا الكاتاليتيك اكتيفيتي. دي كانت موضوعات سيشن 2 اللي احنا بنشرح الهومورك بتاعها النهاردة. اكيد انت حليت الهومورك وستاند باي معايا بتراجع معايا الاسئلة عشان تعرف اشرحها لك ازاي. تمام. سيشن 3 الاسبوع الجاي هنكمل باذن الله شرح الاسبيسيفيك بروبرتيز اوف ترانزيشن اليمنتس. افتح الورك بوك بتاعك. بسم الله. اول سؤال بيقول لي transition elements of the first series are characterized by having variable oxidation states because the electrons are lost from. ليه عندهم oxidation states كتيرة؟ ليه؟ عشان بيلوزوا من مكان ولا مكانين؟ مكانين. من ال 3D ولا من ال 4S؟ لا ده من ال 4S ومن ال 3D، بس بيفضوا ال 4S الأول وبعدين يخشوا على ال 3D، عشان كده عندهم variable oxidation states. بيلوزوا من ال 4S لما يفضى بيخشوا على 3D. All elements of the first transition series have the oxidation states plus 2. فعلا لو بصيت في التابل بتاع الاكسيديشن ستيتس تلاقيهم كلهم عندهم الرقم plus 2، عشان كلهم بيبدأوا بخسارة الاثنين الكترونز اللي في ال 4S، عشان ال 4S ابعد. اما الاسكانديوم ما عندوش plus 2، عنده plus 3 بس، لان بيخسر الاثنين اللي في الاس وبيخسر الواحد اللي في الدي في المره بالمره عشان تبقى الدي زيرو فيبقى ستيبل. يبقى جروب 3B بس الاسكانديوم واخواته هم دول اللي ما عندهمش الرقم بلس 2، عندهم بلس 3 بس. يبقى الاجابه اسكانديوم. The maximum oxidation number of any element، اعلى رقم ممكن يخسره الاليمنت، doesn't exceed its group number. يعني اعلى رقم كان المنجنيز بلس 7 وهو جروب 7. يس وات؟ السؤال، سوري، السؤال بيقول لي the maximum oxidation number of any element doesn't exceed its group number except. فالمره ثانيه بقول لك المنجنيز عنده بلس 7، حلو، وهو جروب 7، ده اعلى رقم بيخسروه. فهو السؤال بيقول لي except مين بقى؟ except 1b، لان 1b رقم الجروب 1 بس هم عندهم oxidation state بلس 2. يبقى اي جروب منهم الاكسيديشن ستيت ما بتزيدش عن رقم الجروب الا جروب 1B. خد بالك من اكسبت دي. As the atomic number increased for transition element in the same period، كل ما الاتوميك نمبر يزيد وانا ماشي كده، سكانديوم 21 تيتانيوم 22 وانا ماشي كده، ايه اللي بيحصل؟ تمام. طبعا انا عشان اوفر وقت في الفيديو بخش على الانسر على طول. its oxidation becomes difficult. وانا ماشي من الشمال لليمين كل ما الاتوميك نمبر يزيد الاتراكشن فورس بتاعت النيوكليوس بتزيد، عدد البيرد الكترونز بيزيد، وعشان كده اللوز بيكون صعب. اللوز بيكون صعب، يبقى الاكسيديشن بتبقى صعبه. قلت له يا مستر بس انا انت دلوقتي شرحت الاجابه بس اللي هي دي خلاص. طب انا مستر شاكك في ايه وانا ما قلتهاش في الفيديو؟ ابعت لي على الجروب في سؤال هتلاقيني وانا بشرحهولك بشرح لك الاربع اختيارات، عشان انا كمدرس شايف ان فعلا في شك في الاختيارات التانيه. لكن لما يبقى السؤال واضح زي كده انا بنطر اشرح لك الاجابه بس، ده عشان وقتك مش وقتي. مش هفرح انا لما اعمل لك فيديو هوم ورك 10 ساعات واقتلك في المواد التانيه.
طريقتي معاكم مش تجارية خالص، طريقتي معاكم زي ما بشرح كنت بشرح لابني السنة اللي فاتت، لا اللي قبلها. فأنا شايف إن الاختيارات التانية واضحة، فهشرح لك الإجابة بس. طب أنت بقى شايف إن السؤال ده لا دي مش واضحة، ابعت لنا. قول لي إيه؟ All transition elements of the first series have more than one oxidation state. بيقول لك كلهم عندهم أكتر من رقم ما عدا مين؟ طبعًا ما عدا السكانديوم 3B وما عدا الزنك في جروب 2B. يعني السكانديوم بلس 3 بس ما عندوش أرقام تانية، الزنك بلس 2 ما عندوش أرقام تانية. الـ element which gives the maximum oxidation state among the transition elements أعلى رقم بلس 7 لسه قايلينها المنجنيز. The maximum oxidation state of any transition element doesn't exceed the group number. أعلى رقم ممكن يخسره الإليمنت لا يزيد عن رقم الجروب مرة 10. بقول لك المنجنيز أعلى رقم بلس 7 وهو جروب 7. 8. If the unit formula of compound X2O3. Compound بيقول لك الفورمولا بتاعته X2O3. مين الإكس ده؟ هعرف إزاي X2O3؟ أحسب الأكسديشن نمبر للإكس، هقول له 2X. بلس 3 اوهات ايكوال 0، يعني 2 اكس بلس 3 في ماينس 2 ايكوال 0، يعني ال 2 اكس هيساوي بلس 6، يعني الاكس هتساوي بلس 3. طب مين في دول بيعمل بلس 3؟ الاسكانديوم ولا ايه؟ ترانزيشن ايليمنت اكس 3 بلس، ترانزيشن ايليمنت اين، transition element ion X3 plus. Its electronic configuration 4s argon 4s0 3d5. يعني بيقول لي ion X3 plus عنده argon 18 4s فاضية 3d5. يقول لك عايز الاتوميك نمبر، طبعا الاتوميك نمبر هو عدد الالكترونز قبل اللوز. اوعى اتوميك نمبر هو النمبر اوف الكترونز بتاعت الاين قبل ما يلوز. فانت عشان تعرف الاتوميك نمبر كام لازم تعرف الاتوم اكس دي قبل ما تخسر 3 كانت كام. لما يديلك اين وعايز الاتوميك نمبر للاتوم بتاعته تعمل ايه؟ طبعا الارجون 18 زي ما هو، هو قال لك بلس 3. بلس 3 يعني ايه؟ يعني في 3 الكترونز طايرين رجعهم. عايز تعرف اتوميك نمبر البوزيتيف اين رجع له اللي خسره. حلوه. تاني عايز تعرف اتوميك نمبر البوزيتيف اين، تقول لي والنيجاتيف يا مستر مالناش دعوه احنا عيلتنا كلها بوزيتيف، ليه اشغلك بالنيجاتيف دلوقتي؟ عايز تعرف اتوميك نمبر البوزيتيف اين رجع له اللي خسره. فلما يقول لك اين عليه بلس 3 رجع له 3 الكترونز واجمع يطلع الاتوميك نمبر. فعشان ارجع البلس 3 دي هو كان بيقول لي 4s 0، 4s ارجع لها 2 بس ده بلس 3 يبقى هرجع واحد تاني. ال 3 دي هو ايه اللي 5، لما ارجع الواحد اللي باقي يبقى 6. يبقى الاتوميك نمبر 18 بلس 2 بلس 6 يطلع 26. خدي تاني عايز تعرف اتوميك نمبر البوزيتيف اين رجع له اللي خسره. يعني لو اين بلس 3 رجع له 3، اين بلس 2 رجع له 2. انجز يا مصحى. الالكترونيك كونفيجريشن بتاع الايرن اين، بيقول لي انا عايزك تحسب لي الالكترونيك كونفيجريشن بتاع الايرن اين في المادة دي. طب هو الايرن اين اللي في المادة دي كام؟ نحسبها Fe2SO3O3 2Fe+3SO4 = 0. حلو تمام. طبعا SO4 بماينس 2، حافظين الارقام احنا بدأنا الحصة بيه وعندك على اليوتيوب عند اخر السنه كل الفيدباك اللي بشرحها لك في الملزمه وبشرحها لك في بدايه الحصه موجود على اليوتيوب لاخر السنه. يعني 2 اف اي بلس 3 في ماينس 2
يعني الاتنين اف اي هيساوي بلس 6، يعني الاف اي هتساوي بلس 3. تمام؟ يعني الايرن اللي قاعد هنا اف اي بلس 3، اف اي بلس 3 اكيد عنده ارجون 18 مش كده؟ 4s 3d. كنت قلت لك من الحصه اللي فاتت عشان تعرف الاين وزع الاتوم بتاعته، فالمفروض ان انا في درافت كده وزعت الايرن اتوم لقيتها ارجون 18 4s 2 3d 6 دي الاتوم. يبقى عشان اعرف الاين بتاعها انقص 3 اشيل الاثنين اللي في الاس يبقى 4s 0 واشيل واحد من الستة بقت 5. اوعى تنسى كلام الحصه اللي فاتت. دلوقتي الاف اي 2SO4O3 الايرن اللي فيها بلس كام؟ عرفتها ازاي؟ حسبت الاكسديشن نمبر بتاعها وعرفت ان هو اف اي بلس 3. طب يا ترى الاف اي بلس 3 ده بيتوزع ازاي؟ اتوم ده ولا اين يا ابني؟ اين. طب الحصه اللي فاتت قلنا ايه؟ قلنا علشان توزع الاين وزع الاتوم بتاعته الاول، وبعد ما توزعها نقص العدد اللي انت كاتبه. خلصت. The correct unit formula of scandium oxide، اوعى تنسى الاسكانديوم ده ملوش غير بلس 3. فانت لو حسبت الـ SC هنا، طبعا الكومباوند ده غلط. ليه؟ لان المفروض الاوكسجين ب2 مش كاتبها، فده ما ينفعش. المفروض الاوكسجين ب2 ولا ايه؟ اقول لك على حاجه، لو انت حسبتها على المنظر ده مش هيطلع الاسكانديوم، لو انت ناسي ان الاكسجين ب2. بس ازاي اصلا؟ ما انت لو حسبتها لازم تكون فاكر ان هو ب2. هنا بقى لو حسبت الاس سي هنا هتطلع بلس 3. اوعى تقول لي احسب ازاي، هزعل بقى عشان ضيع الحصه. 2 اس سي بلس 3 او بيساوي 0 كمل هتطلع كده، يبقى هو ده. لكن هنا الاس سي هتطلع بلس 2. يس. هنا بيقول لي بلس 2 غلط. يبقى انت تدور على الكومباوند اللي اس سي بلس 3، لان الاس سي ما بيعملش غير اوكسيديشن نمبر بلس 3. الكوريكت فورم بتاعت الزنك كلورايد، طبعا الزنك كلورايد الزنك معروف ان هو بلس 2 بس. هل الزنك هنا بلس 2؟ لا، ده بلس 3. احسبها عوض عن السي ال ماينس 1. هل الزنك هنا بلس 2؟ لا، الزنك هنا لو حسبتها بلس 2، اما هنا لا. الاكسديشن اوف سكانديوم، سكانديوم زيرو، عارف يعني ايه سكانديوم زيرو؟ يعني 4s 0 سوري 4s 2 3d 1 ده اللي سكانديوم زيرو. عشان يتحول لسكانديوم بلس 3 المفروض الكلام ده يتم بسهوله عاليه جدا. خلي بالك في خطا في موديل انسر السؤال ده، اتاكد كده في الموديل انسر السؤال 13. لا مش هو ده، تمام، هتلاقي ايزير برضو. اوكي، يبقى الاسكانديوم 0 عشان يبقى سكانديوم 3 الاكسديشن هيتم ايزير. ليه؟ لان هو عايز يخسر الاثنين دول ويخسر الواحد ده عشان يبقى ستيبل. طالما هيبقى ستيبل يبقى تتم ايزير. ماشي. اكسديشن ستيت بلس 2 اوف مين ترانزيشن اليمنت از اوبتيند باي لوزينج 2 الكترونز فروم الاكسديشن ستيتس بلس 2 بتاعت المين ترانزيشن اليمنت. طبعا مستر عيب بقى انجز. All transition elements are metals يا راجل. The oxidation states of the elements of the first transition series. نقط، كل ما الاتوميك نمبر يزيد الاكسديشن ستيتس بتزيد. فاكر قلنا بتزيد من بوزيتيف 3 لغايه بوزيتيف 7 عند المنجنيز، وبعد كده تبدا تقل ترجع تاني بلس 2. قلنا ايه السبب؟ عشان الاتراكشن فورس النيوكليس بتزيد، وعشان عدد البيرد الكترونز بيزيد. The oxidation process of transition elements is become difficult. الاكسديشن بتبقى صعبه ليه؟ ما انت لسه قايلها الاتراكشن فورس بتزيد، عدد البيرد الكترونز بيزيد. لما عدد البيرد الكترونز بيزيد اللوز بيكون صعب. تمام؟ اذا الاجابه، وطبعا الايونيزيشن بتزيد، ما هو لما الراديوس يصغر، لما الاتوميك نمبر يزيد، عدد البروتونز بيزيد، الاتراكشن فورس للنيوكليس بتزيد. فعشان تلوث الاتوم محتاج انرجي عاليه. يبقى المفروض الثري فاكتورز، الايونيزيشن انرجي بتزيد، البيرنج بيزيد، الاتوميك راديوس بيقل، الاتراكشن فورس
بتزيد. كل ده صح يا مستر. 18 الايرن تراي سلفيت، لما قال لي ايرن 3 سلفيت حسبت الايرن طلع بلس 3، وبلس 3 يعني الدي 5، والدي 5 يعني ستيبل. الايرن 2 سلفيت لا حسبت الايرن لقيته بلس 2، طبعا دي المفروض بتكتب كده Fe2SO4 ولا ايه يا مستر؟ ما معموله 3 ميشرز تبقى عارفها، معموله 2 يعني 2، طبعا دي 6 ليس ستيبل، يبقى الايرن 3 سلفيت مور ستيبل، اصلها دي 5. تمام. The maximum oxidation state of group 2b، ما احنا قلنا بلس 2. The maximum oxidation state of NS2ND5، عايز الماكسيمم. هو عنده كام في الاس 2 وعنده كام في الدي 5؟ يعني عنده كام فالنس الكترونز؟ 7 مش كده؟ يبقى الماكسيمم بلس 7 تقريبا. هو ده السؤال اللي مش مظبوط في الانسر. ايوه السؤال 20 معمول عندك في الانسر، معمول عندك في الانسر بي. لا يا ابني الانسر سي. عادي يا جماعه لما الاقي حاجه في التشوز زي كده تقول لي على طول، انا براجع لك طبعا عليها زي كده، ولكن انت لو لاحظت حاجه قول لي. 21 the oxidation state plus 2 of transition، ما انت مكرره. The oxidation state plus 2 for transition element can be realized when losing electrons من ال NS. يعني NS مش هو 4S 3D؟ لو جينا نكمل السيريز اللي بعدها 5S 4D 6S 5D، فهو دايما ال S بتكون N، اما ال D N minus 1. طبعا هم بيبدأوا عملية اللوز من ال NS، يعني بيبقوا بلس 2 امتى؟ لما يلوزوا من ال S. بيقول لي an ion has 18 electrons in the outermost shell. مين الاين اللي عنده 18 الكترون في الليفل الاخير بس في الاوتر موست ليفل؟ سؤال متعب. لازم اوزع كل دول، وعشان اوزع كل دول لازم اوزع الاتوم الاول، فانا وزعت الكبر اتوم 18 كم 29، خدت الارجون 18 4s2 خليتها 1، لان 3d 9 خليتها 10. فايرن بلس 1 يعني ايه؟ يعني هخسر الواحد ده همشيه. طب يا ترى الاوتر موست ليفل فيه كام؟ الارجون 18 يعني ايه؟ يعني 1s2 2s2 2b6 3s2 3b6، نكمل بقى 4s0 3d 10. انا هغير لون القلم. ما هو الارجون 18، الارجون 18 اهو يعتبر لغايه هنا، وادي ال 4s 3d. هو عايز الاوتر موست ليفل. الاوتر موست ليفل يعني ايه؟ يعني ال 4s خلاص فضي وكانه مش موجود. يبقى مين الاوتر موست ليفل؟ الدور الثالث، ادي 2 و6 و10، يعني فعلا 18. سؤال متعب، سؤال يدي على ثانيه ثانوي، يدي على فيدباك اكتر منه منهج ثانويه عامه. Which of the following species has only one electron in the outermost cover؟ مش الكبر 4s1، في الاوترموست في كام؟ في 1. The pair of ions having the same electronic configuration، برضه سؤال يدي على ثانيه ثانوي، ليه؟ بتوزع كل الحاجات دي؟ طبعا بتوزع الكروميوم اتوم وتنقصها 3، بتوزع الايرن اتوم وتنقصها 3، وهكذا، وتشوف مين فيهم اللي طلعوا ايه؟ طلعوا نفس عدد الالكترونز. تمام؟ يعني اعتقد الكروميوم بلس 3، مش عايز اضيع وقت، ارجون 18 4s0 3d 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 3d، كانت 5 3، وطبعا استحاله يطلع شبه ده. ماشي، فانت هتكمل هيطلع ده وده، فعلا هيطلع 4s0 3d 5، وده برضو زيه، وهما الاثنين ارجون 18، فتوزيع عادي جدا، عيب اضيع لك وقتك في حاجه مكرره. The most stable state of iron، امتى الايرن يكون more stable؟ لما يكون plus 3، لان الدي 5. Which one of the following compounds in which manganese has the highest oxidation state؟ بحسب الاكسديشن ستيت للمنجنيز، هنا هيطلع plus 2، هنا هيطلع plus كام؟ اوكي، طبعا هتحسبها ازاي؟ 3 mn
بلس 4 اوهات ايكوال 0 وهكذا ماشي، هتطلع فراكشن اصلا تمام. هنا هتحسب الام ان هيطلع بلس 7 بلس وات نو. بص نحسب دي ازاي، 2 كي بلس ام ان بلس 4 اوهات بيساوي 0، 2 كي الكي بلس 1 بلس ام ان عايز اعرفه بلس 4 في ماينس 2 هيطلع الام ان تقريبا بلس 6، هنا الام ان هيطلع بلس 7. تحسبها ها؟ سؤال برضو يدي على فيدباك اكتر، بدربك ازاي تحسب الاكسديشن نمبر، لان لما بحسب الاكسديشن نمبر لبعض الاسئله بيفيدني في اسئله اخرى. السؤال ده بشكله كده فيدباك، بس ليه انا بزعجك بيه؟ عشان اثبت لك ازاي بتحسب الاكسديشن نمبر، عشان لما احتاجها في سؤال ثانويه عامه سواء كان في شابتر 4 بعد كده او في درس النهارده، ابقى انا خلاص اتعلمت ازاي بحسب الاكسديشن نمبر لاي حاجه جوه الموليكول بتاعها. تمام. All elements of ferrous transition series have variable valency. يعني عندهم oxidation states كتيرة أكيد ما عدا 3B و2B، أكيد ما عدا الاسكانديوم والزنك، لأن الاسكانديوم ما عندوش غير رقم 1 بلس 3 والزنك رقم 1 بلس 2. Which of the following ions have the electronic configuration argon 18 3D6؟ خلي بالك لما بتكون ال 4s 0 ما بيكتبهاش زي كده، فانت بتوزع النيكل اتوم، النيكل ارجون 18 4s 2 3d 8، ده النيكل اتوم، ده النيكل اتوم، وانا عشان اوزع الاين لازم اوزع الاتوم بتاعته الاول. يبقى النيكل بلس 3 ارجون 18 زي ما هو 4s 0 3d 7 خلاص، يبقى مش دي. نفس الكلام اعمله هنا واعمله هنا هيطلع هو ده. توزيع عادي. When adding acidified potassium dichromate، بيقول لك بوتاسيوم دايكروميت اللي هي K2Cr2O7، اللي هي قلنا في درس الايكونوميك امبورتنس درس اليوزس قلنا ان هي سترونج اوكسيدايزنج ايجنت، وقلنا في الفيدباك بتاع سيشن 2 ان الاوكسيدايزنج ايجنت بيحدث له ريدكشن، الاوكسيدايزنج ايجنت يحدث له ريدكشن بيجين فبيلوز اللي قدامه. تمام. حطوا البوتاسيوم دايكروميت اللي هي اوكسيدايزنج ايجنت على منجنيز داي كومباوند منجنيز 2 وعلى ايرن 2. طبعا المنجنيز 2 لو وزعناه هتطلع الدي 5 ستيبل. الايرن 2 لو وزعناه الايرن 2 لو وزعناه هتطلع الدي 6 ليس ستيبل. مين فيهم اللي عايز يلوز الايرن 2؟ يبقى لما هتحط اوكسيدايزنج ايجنت على منجنيز 2 وعلى ايرن 2 مين اللي هيلوز؟ مين اللي هيتغير؟ مين اللي هيتفاعل؟ الايرن 2. يس اهو الايرن 2 اوكسيدايزد اسهل بكتير من المنجنيز 2، لان الايرن 2 الدي 6 اما المنجنيز 2 الدي 5. اوعى وش. Which of the following transition elements in the first series don't form a compound with chemical formula MSO4؟ بيقول لي مين في دول ما ينفعش يعمل الكومباوند ده؟ لازم اعرف ال M بكام؟ M plus SO4 بيساوي 0. اعوض عن ال MSO4 بقيمتها minus 2. M minus 2 equal 0 تطلع ال M plus 2. ينفع الاسكانديوم يكون plus 2؟ الحاجات دي كلها تنفع. تقول لي عرفت منين يا مستر؟ بص على الورقه بتاعت الاكسديشن ستيتس كلهم عندهم الرقم بلس 2 ما عدا الاسكانديوم، الاجابه سكانديوم. لما بعمل السبع كده حاجه بتضايق شويه، بس بيكون فيكم حد نام ملاقي سبع جاي عليه ممكن يفوق شويه يا جماعه. الاليمنتس اوف جروب 8 الايرن والليله بتاعته ما عندهمش الماكسيمم اكسديشن ستيت، يعني صعب يلوزوا كل الالكترونز اللي عندهم. قلنا عشان الاتوميك نمبر بيزيد فالنمبر اوف بروتونز بيزيد فالاتراكشن فورس بتزيد فالايونيزيشن انرجي بتزيد فعدد البيرد الكترونز بيزيد، فاللوز بيبقى صعب، صعب يخسروا كل اللي عندهم. تمام. اوكي شافوا قايل لك الايونيزيشن بتقل، لا دي بتزيد طول ما انت ماشي كده ناحيه اليمين، عدد البروتونز بيزيد فالاتراكشن فورس بتزيد فالايونيزيشن انرجي بتزيد. The oxidation state increases from scandium to manganese لان عدد السنجل بيزيد. احنا قلنا لما بيكون في سنجل الكترونز اكتر اكتف اكتر فبتطير، اصل كلمه اكتف يعني ايه؟ يعني يحصل رياكشن. ف
فلما يكون عدد السنجل الكترونز اكتر اللوز بيكون اكتر، الاتوم بتقدر تلوز كتير، يعني اوكسيديشن ستيتس كتير. ما كلمه اوكسيديشن ستيتس يعني بلس 2 وبلس 3 وبلس 4 وبلس 6 وبلس 7 زي المنجنيز كده. The oxidation state decreases from iron to zinc. الاكسديشن ستيت بتقل من الايرن للزنك عشان عدد البيردي الكترونز بيزيد. البيردي الكترونز يعني تلاقي الاوربيتال فيه 2، ده بيكون ايه؟ في ستابيليتي شويه، في ضعف في عمليه اللوز. طبعا لفاكتورز كتيره يا جماعه تفاصيلها مش علينا. بنك المعرفه جايب لي السؤال ده؟ لا، ده سؤال الفناديوم وانا شرحته في الحصه. عيب ضيع وقتك؟ لا خلاص، السؤال ده انا شرحته في الحصه وقلنا ايه هو عايز يعرف الاليمنت ده مين. يلا امر لله. بيقول لك الفيرست ايونايزيشن انرجي 650، الثانيه 1000. يا سيدي تفضل ماشي مع الارقام دي. لقيت ان الفيفث ايونايزيشن انرجي 6300 والسادسه 12000. فانا ببص على الارقام لغايه ما الاقي الرقمين اللي الفرق بينهم كبير، واروح واخد خط كده. الالكترون الخامس عشان يطلع محتاج 6300، الالكترون السادس عشان يطلع محتاج 12000. عارف معنى الكلام ده ايه؟ ان الالكترون السادس ده هيطلع من ارجون 18. بالراحه تمشي ورا الارقام تشوف الرقمين اللي الفرق بينهم كبير. طيب الرقم اللي هو الاصغر الايونيزيشن انرجي رقم 5، يبقى هذا الالكترون عنده 5 الكترونز في الفالنس ليفل. يعني ايه؟ يعني تعالى نسمي الاليمنت اكس الارجون 18 اهو، في 4s وفي 3d. طالما الايونيزيشن انرجي الاكبر الرقم الكبير عند الالكترون السادس، يبقى ده عنده 5. 5 يعني الاس تاخد منهم 2 وهنا 3. اشوف بقى مين الاليمنت الاتوميك نمبر بتاعه 18 زائد 2 زائد 3، هيطلع الفانيديوم. اديني شرحتها، فينك هي الفانيديوم؟ اوكي. ده سؤال جه في امتحان ثانويه عامه السنه اللي فاتت، لا اللي قبلها. بيقول له which of the following process is the hardest one، يعني مين في دول صعب يحصل. بيقول لي زنك 2 بلس هيبقى زنك 3 بلس. هي دي الاجابه ليه؟ لان قلنا الزنك يا جماعه ارجون 18 4s 2 3d 10، الزنك اخره يخسر الاثنين دول بس ويبقى بلس 2، صعب جدا يبقى بلس 3. لكن ده ممكن، ده ممكن، ده ممكن. حتى هو الراجل مسهل عليا، جيب لي الاجابه اول واحده. تمام، شارح لك انا الاجابه بقلم. في اسئله معينه ليش اشرحها لك بالقلم كده؟ عشان ايه؟ احيانا بالقلم بقدر ابسط لك اكتر من ان انا اكتبها لك كمبيوتر. النقطه الثانيه اللي اتشرحت في سيشن النهارده اللي هي الديفينيشن اوف ترانزيشن ايليمنت. ما هو الترانزيشن ايليمنت؟ قلنا هو الاليمنت اللي الدي او الاف بارشلي فيلد. ترانزيشن ايليمنت يعني الاليمنت اللي الدي سب ليفل يس او الاف سب ليفل نوت كومبليتلي فيلد، يعني الدي يكون في من 1 ل 9. طبعا الاف مش علينا، خلينا في الدي بس. ترانزيشن ايليمنت ديفايند از، خلاص قلنا ان يكون الدي والاف بارشلي فيلد. طبعا اما وهو اتوم، انا مش هشرح الدرس انا بس طبعا ده سؤال خلاص، ده الديفينيشن. احسن تزعل مني. الترانزيشن ايليمنت هو الاليمنت اللي دي بارشلي فيلد، يعني من 1 ل 9، اما في الاتوميك ستيت وهو اتوم او هو اين. يعني مثلا السكانديوم اتوم الدي فيها 1، يبقى السكانديوم اتوم ترانزيشن ايليمنت. خلاص. طب السكانديوم 3 بلس الدي 0 مش ترانزيشن. الايرن اتوم الدي 6 ترانزيشن. طب الايرن بلس 3 الدي 5 ترانزيشن. يبقى الاليمنت يسمى ترانزيشن، عنده صفات الترانزيشن اليمنتس امتى؟ لو الدي سب ليفل بارشلي فيلد فروم 1 تو 9 ايذر ان ذا اتوميك ستيت اور ان وان اوف اتس اوكسيديشن ستيتس. العب. السيلفر بيقول لك السيلفر بالرغم ان السيلفر وهي اتوم الدي 10، السؤال ده بيحكي كده، بيقول لك بالرغم ان الدي كومبليتلي فيلد السيلفر اتوم والكبر اتوم ها والجولد اتوم، بالرغم ان الدي 10 وهم اتومز، بس عندهم صفات الترانزيشن اليمنتس في بعض مركباتهم. بقول له عشان عندهم اوكسيديشن ستيت بلس 2 يس وبلس 3 كمان. تمام، السيلفر والكبر والجولد عندهم اوكسيديشن ستيتس، بنطير الالكترون اللي في الاس وبنشيل من الدي، فالدي بتبقى بلس، الدي بتبقى 8 وبتبقى 9. اتقالت في الحصه برضو، انا برضو ايه زميلك الشاطر كده هيجري الفيديو او هيقفل ويسيبني.
السكانديوم ترانزيشن اليمنت وهو اتوم وهو في البيور ستيت، كلمه في البيور ستيت يعني هو اتوم ما عملش لوز يعني. فالسكانديوم وهو بيور ارجون 18 4s2 3d1، طالما دي فيها ولو الكترون واحد يبقى ترانزيشن اليمنت. اما السكانديوم بلس 3 لا، هو بيتكلم على السكانديوم ترانزيشن اليمنت امتى؟ وهو في البيور ستيت. طب وهو بلس 2 هو اصلا ما عندوش الرقم بلس 2، اصلا ما فيش سكانديوم بلس 2، هو بس بيحط لك تشويس وخلاص عشان يكمل اربع اختيارات للسؤال. الايرون اتوم ترانزيشن اليمنت عشان الدي بارشل فيلد وهو بيور وهو اتوم دي 6 وهو اين، يعني هو اين بلس 2 دي 6. يا حبيبي انجز، الدي فيها من 1 لـ 9 سواء الحاجه اتوم او اين ترانزيشن اليمنت، يعني عندها صفات الترانزيشن اليمنتس. Which of the following ions represent transition element؟ توزع كل دول، بس علشان توزع الاين لازم توزع الاتوم بتاعته الاول، يعني مثلا الكبر 2 بلس لازم اوزع الكبر اتوم اللي هي ارجون 18 4s1 3d10، يبقى الكبر 2 بلس الارجون زي ما هو 4s0 3d9 d9، يبقى الكبر بلس 2 عنده صفات الترانزيشن اليمنتس. Which of the following is an example of non-transition؟ كلمة non-transition يعني ايه؟ يعني الدي 0 او الدي 10 او الدي مش موجودة خالص. جماعة دول اصلا representative elements، ده اس بلوك وبي بلوك، انسى دي، عيب عيب تختار دي خلاص. كل دول representative مش في الدي بلوك اصلا يا راجل، عيب. يعني المفروض A و B excluded بدون مضيع وقت، هم دول علشان دول وهم بلس 2 الدي 10 وهم اتومز الدي 10 اللي هم جروب 2 بي خلاص، دول مش ترانزيشن. هو السؤال بيقول يا جدعان ركز كده، which of the following is an example of non transition؟ non transition الله، السؤال ده فيه مشكله. طب ما دول non transition، ال L I وال K وال N ايه non transition، ودول نون ترانزيشن ودول نون، يا نهار ابيض العب، ادي السؤال ده بالجزمه. السؤال ده كلهم نون ترانزيشن، ازاي انا ما علمتش على السؤال ده؟ تاني السؤال رقم كام؟ ده السؤال رقم 8 في الديفينيشن بتاع الترانزيشن اليمنت. يا قلم يا احمر تعال، عادي احنا بنصور فيلم يا ابني، نقعد بقى احط الكرافات عادي. تعالى يا السؤال 8 عشان اديلك بالجزمه، السؤال 8 مش مظبط. تاني كده بيقول لي which one of the following is an example of non transition؟ الليثيوم والبوتاسيوم والصوديوم مش موجودين في الدي بلوك اصلا non transition، البريليوم الالومنيوم الليد non transition مش في الدي بلوك اصلا، الجماعه دول non transition بالثلاثه علينا في منهجنا، باريوم جاليوم سترنتيوم. يبقى السؤال ده خد جزمة ليه؟ لانه مش مساق صح، لان كل الاربع حاجات دول نون ترانزيشن. اهو ادي السؤال ده بالجزمة، بس يعني ثبت لي حاجة. ينفع يجيب لي حاجة بره الدي بلوك واقول له ترانزيشن؟ يا عم ارحم، ينفع اقعد اوزع؟ الله تهتر دي في يا ابني عيب، طالما هو اصلا بره الدي بلوك يبقى ما تضيعش وقت تخش توزع. يا ترى دي فيها من 1 لـ 9 ولا لا؟ قول لي ايه. حلو، السؤال ده مكرر، الجولد وقبل منه كان سؤال السيلفر والكبر، الجولد والكبر والسيلفر وهم اتومز الدي 10 ماشي نون ترانزيشن، بس ليهم كومباوند بيكونوا بلس 2 وبلس 3 يعني بتكون الدي 8 و9 ترانزيشن. حلو اوكي كده، رجعنا هوم ورك الاكسديشن ستيتس، ورجعنا هوم ورك الجزء الثاني في حصه النهارده السيشن 2 اللي هو تعريف الترانزيشن اليمنت. تعالى بقى نراجع هوم ورك بداية الدرس اللي هنكمله في سيشن 3 اللي هو البروبيتيز، زي الهنود ما بيقولوها بيقول لك بروبيتيز، الهنود بروبيتيز، في بعضنا بيقولها بروبرتيز، لا هي بروبيتيز تمام. احنا مش احنا حصة كيمستري يا مستر ارحم امي، بروبيتيز بروبيتيز بروبرتيز اي حاجة، بروبيتيز properties of transition elements. البروبرتيز بتاعت الترانزيشن اليمنتس، الكاتاليتيك اكتيفيتي، الماجنتيك بروبرتيز، الكالر دي خدنا احنا في سيشن 2 الكاتاليتيك اكتيفيتي شرحناها في الحصه، واديتك اللينك بتاعها على اليوتيوب معاك لاخر السنه،
تسمع فيها براحتك، وبعت لك اللينك على جروب الواتساب ايه الهوم ورك بتاعها. بيقول لي مين بيستخدم في الهيدروجينيشن اوف اويلز؟ النيكل. النيكل المجزأ، قلنا بيجزأه ليه؟ عشان يزود السيرفس اريا، حاجه هنفهمها في شابتر 3. كل ما يكون الكاتاليست ديفايدد، كل ما يكون باودر، كل ما تكون السيرفس اريا كتير، فالكاتاليست يسرع الرياكشن افضل. طب مين اللي بيستخدم في تصنيع الامونيا هابر بوش ميثود؟ الديفايدد ايرون. Ne2 بلس H2 ثلاث مرات في منهج ثانويه عامه اقول لك نيتروجين قابل هيدروجين تقول لي امونيا NH3 وتوزن. طبعا في السيشن اللي جايه لا اللي بعدها هنتعلم بقى كل السيمبلز والفالنسز وازاي توزن، اوكي؟ بس دي حاجه كده تصبيره. بنحضر السلفيوريك اسيد في الاندستري بطريقه الكونتاكت ميثود من الكاتاليست فانيديوم بنتوكسايد V2O5. SO2 مع O2 سلفر دايوكسيد، جبنا له اوكسي ندي سلفر ترايوكسيد SO3. تمام؟ قلت له يا مستر اكتب لي يا ابني مش وقت خالص، بقول لك ده في حصه جايه قدام فيها فيدباك حوالي ساعه الا ربع وفيها شرح بعلمك من الالف للياء. ها؟ السلفر دايوكسيد داي يعني 2O بلس الاكسجين، لما السلفر دايوكسيد يجي له اكسجين حلو بيدي اخوه كبير اللي هو السلفر ترايوكسيد، ده بيتم باستخدام كاتاليست اللي هو V2O5 ده كاتاليست، والحراره 450. اوزن ازاي؟ اسايه واسايه اربع اوهات وثلاثه، طب ما تحط هنا اتنين بقوم سته، حط هنا كم؟ اتنين بقوم سته. مش وقت يا مستر الكلام ده، تخضش من الايكويشن ده غير ان انا شرحتها في الحصه. طبعا السلفر ترايوكسيد بيلمسه للميه، بيلمس كده عشان التفاعل بينهم عنيف جدا، فسموها كونتاكت بروسيس، بيعمل انجكشن للميه الاس او 3 في الميه، فبيتكون السلفيوريك اسيد ايكويس H2SO4. From your studying for the activation energy، احنا قلنا ايه الرياكتنس؟ عشان ترياكت لازم نسخن علشان السرعة بتاعتهم الكاينيتك انرجي بتاعتهم تزيد، فيخبطوا جامد فالبوندز اللي في الرياكتنت موليكولز تتكسر، ما عشان الرياكتنت ترياكت لازم البوندز تتكسر ويتحولوا لاتومز. الاكتيفيشن انرجي دي بحتاج تسخين جامد عشان اوصل لها، الكاتاليست بيخلي الحاجات دي ترياكت عند انرجي اقل، لان قلنا الكاتاليست بيلم الرياكتنت موليكول على سطحه فبيقربهم من بعض. ده انا كده بشرح الحصه في ايه. بيقول لي from your studying for the activation energy، سؤال الاي كي بي ده اسمه بنك المعرفه، بنحتاج نكسر البوندز اللي في الرياكتنتس ثرو كوليجن، بط لو انا استخدمت كاتاليست في الكاتاليتيك رياكشن، الكاتاليست بيقلل الاكتيفيشن انرجي ليه؟ بيعمل سترونج بوندز مع الرياكتنتس، طب ما لو هو عمل سترونج بوندز مع الرياكتنتس هيتفاعل معاها؟ لا ده بيعمل ويك بوندز، هو بيشدهم كده بس بويك بوند لغايه ما يتفاعلوا عشان الويك بوند يتكسر، لان احنا مش عايزين الكاتاليست يتفاعل، احنا عايزينه بس يلم الرياكتنس عليه، فبيلمهم عليه بيقربهم منه بويك بوندز. فورمينج ويك بوندز بيضعف، بيعمل ويكنس للبوند اللي جوه الموليكول، الكاتاليست لما بيشد الرياكتنس عليه الزحمه بتزيد، فالريبالشن ما بين الالكترونز بتزيد، فالبوند اللي جوه الموليكول بتاع الرياكتنت بتضعف. فتتكسر، كل همنا نكسر البوندز اللي في الرياكتنت موليكولز عشان يتحولوا الاتومز فيطلعوا نيو برودكت. ده كلام تاني ابتدائي. الهيدروجين بيروكسيد بيرغي بيرغي بيرغي، بيقول لك مين الكاتاليست المستخدم لتكسير الهيدروجين بيروكسيد الى ميه واكسجين؟ طبعا المنجنيز دايوكسيد، ده سؤال عادي. السلفر دايوكسيد بيرياكت مع الووتر سلولي باي انجكشن، زي ما قلنا كونتاكت بروسيس، الكاتاليست مين؟ V2O5. بيقول لك كيميكال كومباني يوز ذا كاتاليست ان ا كيميكال بروسيس، ذا كومباني هاز ناو ديسايدد نوت تو يوز الكاتاليست، الشركه دي قررت توقف استخدام الكاتاليست ده. ليه يا مستر؟ ممكن يكون سام، ممكن يكون مكلف، ممكن مالناش دعوه هم وقفوا ليه. خش على اللي جاي. But to increase the temperature so that the rate of reaction is the same as it was
when the catalyst used, which statement الله بيقول لك بالرغم ان هما لغوا استخدام الكاتاليست واستبدلوه بالتسخين والسرعه هي هي طبعا ما هو الكاتاليست بيعمل ايه؟ بيوفر لي التسخين. طب انت هتشيل الكاتاليست يبقى تسخن، فاحنا بنسخن عشان نسرع الموليكولز. طب لو مش هنسخن نجيب كاتاليست يلم الموليكولز على بعض. اقرا الاجابه دي كلها، بيقول لك ان الاكتيفيشن انرجي هاز بين انكريزد. من غير كاتاليست الاكتيفيشن انرجي هاز بين انكريزد، لكن لو جاب كاتاليست الاكتيفيشن انرجي هت ايه؟ هتقل، فهيخلي الموليكولز ترياكت عند انرجي اقل. اهلا بيكم. بيقول لك بنك المعرفه كل الاسئله دي. Why does a piece of a sweet potato increases the rate of decomposition of hydrogen? بيقول لك لو جبت هيدروكسيد ورميت فيها حته بطاطا تبتدي تتكسر بسرعه، يبقى اكيد البطاطا فيها كاتاليست. عادي، مش احنا قلنا في حاجه اسمها انزيمز والانزيم ده بايو كاتاليست؟ طالما البطاطا اتحطت في المنجنيز دايوكسيد وعملت زي الفانيديوم بنتوكسيد يبقى البطاطا كاتاليست، بس كاتاليست بايو كاتاليست. بايو كاتاليست انزيم، يبقى البطاطا فيها انزيم. Which of the following names is given to the class of biological cat in يا راجل عيب، امتحان السنه اللي فاتت لا اللي قبلها، بيقول لي الترانزيشن اليمنت اللي بيستخدم في الهيدروجينيشن اوف اويلز ام سيك هيدروجينيشن اوف اويلز يعني النيكل، والنيكل ده 28 و28 يعني ارجون 18 4s2 3d8. بيقول لي الاين بتاعه ام بلس 3 يعني نيكل بلس 3 يعني ارجون زي ما هو 4s صفرها 3d يشيل واحد. دور على الاجابه اللي بتقول لي الكلام ده، العب. لو كتبت حاجه وما لحقتش نيلها وقف الفيديو ولا ايه؟ عندك في الموديل انسر اهي. الايسي كويستشنز سواء الوزير السنه دي هيجيب ايسي او مش هيجيب، الايسي كويستشنز مهمه بتحفظك الدرس. بيقول لك الجراف ده بص عليه. اول ما بصيت على الجراف ده لقيته اكزوثيرميك. ليه؟ لان انرجي البرودكت تحت وانرجي الرياكتنت فوق. ماشي، خلي بالك. هو عايز الاكتيفيشن انرجي وذاوت كاتاليست. يعني ايه وذاوت كاتاليست؟ خد اكستنشن كده. دي الاكتيفيشن انرجي وذاوت كاتاليست. المفروض السهم ده اخره هنا يا جماعه. خلاص؟ دي 130 يا مستر. هغير لون القلم. عايز الاكتيفيشن انرجي وذاوت كاتاليست، يعني من اول هنا خلاص، من اول مستوى الار لغايه اعلى نقطه في الجراف لغايه هنا 130. عايز الاكتيفيشن انرجي وذ كاتاليست. الاكتيفيشن انرجي وذ كاتاليست اهو الكاتاليست اهو لغايه هنا. عايز اعرف الحته دي كام. بص يا ابني، انت عندك من هنا لغايه هنا 210 ومن هنا لغايه هنا 130. عايز اعرف الحته دي كام الاول. الحته دي 210 ماينس 130 تطلع 100 تقريبا. راجع راجع يس ولا ايه؟ ما دي كلها 210. لا 80 يا مستر حبيبي، برافو عليك. 80 الحته دي 80 تمام، ودي كده دي كده 180. انا حسبت الحته دي ليه ولقيتها 80 ليه؟ عشان هو مديني كل دي، كل دي 180. لو انا شلت ال 80 دي، لو انا شلت ال 80 دي يبقى الحته دي كام؟ 100. دي بازل رابعه ابتدائي. ايه الكيمستري اللي في الموضوع ده؟ الكيمستري في الموضوع ده تكون فاهم ان الايونيزيشن انرجي ويز كاتاليست كل دي. خلاص؟ كل دي. طب وذاوت كاتاليست. طب ويز كاتاليست الحته دي. فالحته دي كام؟ هو مديني من هنا لهنا 180. وانا لقيت دي 80 عملت ماينس كده، انا بضيع وقت. ده كان هوم ورك سيشن 2 تمام. كل الخير بينتظر الناس الامينه. الاسبوع الجاي ان شاء الله بنشرح سيشن 3، بنكمل السبيسيفيك بروبرتيز بتاعه الترانزيشن اليمنتس. لينك فيديو الهوم ورك جالك عشان ما تدورش كتير في اليوتيوب. باقي اللينكات كلها على الواتساب، خدها بالترتيب. نشوفكم في سيشن 3 الأسبوع الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.